موجودة عن طلائع الجيش اللي هي كانت من أول الدولة. طيب على التليفون العقيد أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش، ألف مبروك وتحيات كابتن عادل وكابتن حمادة وكابتن شريف. سيادة العقيد. كابتن سيد، أنا بمسي على حضرتك وعلى ضيفك الكرام مدير مصر الكبار، وبشكر حضرتك على المقدمة الجميلة. لا نبرة الصوت يقولوا لي الإحساس ده أنا عارفه فرحة. عارفه الإحساس ده حافظه فرحة. لما بتكون كسبان تلاقي نبرة الصوت كده فيها فرحة طبعا. أول ما تبقى فيه نتيجة مختلفة تحس إن أنت قايم من النوم. ده أول مولود السنة دي. ألف مبروك تستحقه يعني. أول فوز وحاجة حلوة لكن تستحقه. أحييك وتحياتي كمان وبارك لنا الكابتن محمد حلمي. اتفضل. ألف شكر يا كابتن. والله الحمد لله رب العالمين إن ربنا وفقنا النهاردة، والبداية كانت تعتبر يعني من الماتش بتاع سموحة، وكان الأولاد عندهم إصرار وعزيمة إن هم يحققوا المكسب النهاردة، والحمد لله قد كان بأداء متميز وبنتيجة كويسة على ما أعتقد على فرقة كبيرة زي نادي المقاولين معاه جهاز فني كبير. فالحمد لله رب العالمين على الأداء النهاردة وعلى النتيجة، وبشكر حضرتك يعني في الأول. ألف مبروك. الأسماء اللي عندك يعني تساعدك بصراحة أن أنتم ممكن تبقى مرتبة أعلى. أنا عارف أن الماتشات اللي زي كده خلي بالك يعني الفوز بيرفعك 5-6 مراكز، فاللي جاي بالنسبة لكم يكون أحسن بإذن الله. عندكم مجموعة كويسة جدا إن شاء الرحمن. الحمد لله. هو السنة أنت عارف يا كابتن إحنا عندنا برضو بعناصر متميزة الحمد لله رب العالمين، ونأمل المزيد خلال الفترة اللي جاية، وإن إحنا نتحط في المكانة اللي تليق بالمؤسسة العسكرية العريقة الحمد لله رب العالمين. أنتوا ناس محترمة تستاهلوا كل خير. بالتوفيق سيادة العقيد أحمد مهدي.